فلم لا منازعاتك ولا معارضاتك ولا اعتراضاتك ولا سخطك سيجدي شيئا. اثنين من أسباب إصلاح القلب، هي واحد كانت إيه؟ استسلام القلب. اثنين حماية القلب من التعرض للفتن بنوعيها، فتن الشبهات وفتن الشهوات. بنعيش في زمن عجيب جدا وصعب جدا، والفتن شديدة، وده بيزيدنا إيمانا، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن، تأتي فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تأتي فتنة فيقول المؤمن هذه. فمن أراد أن يلقاني على الحوض، اللهم اجمعنا به على الحوض، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. فمن أراد أن يلقاني على الحوض فلتأته منيته، يفضل شابط لحد ما يموت، فلتأته منيته وهو لا يشرك بالله شيئا، وليأتي إلى الناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه. يبقى شرط الله شرطين عشان تقابل النبي: لا تشرك. وكنا امبارح عملنا درس صغنن كده في استقبال العام الهجري، بنقول فيه اكمل دينك، النصيحة على رأس السنة اكمل دينك. فالولد بيسأل اكمل ايه؟ تقول ابتداء من التوحيد، كمل توحيدك، شوف ايه الشركيات اللي انت واقع فيها، تعلق القلب بحاجة غير الله، اكمل دينك. الشاهد ايه؟ خلينا في موضوعنا، بنقول ايه بقى هنا؟ صلي على الرسول، ان احنا بنعيش في زمن صعب، صعوبة هذا الزمان قلنا بتزيدنا ايمانا، لان الرسول اخبرنا ان الزمن ده هو الفتن، هو اخبرنا كده. لما تشوف اللي بيقول عليه تحديدا صلي عليه، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويتكلم فيها الرويبضة الامرؤ التافه. لقيت واحد من التافهين بيقول: كن تافها تكن مشهورا. هو اللي بيقول، يقول إن اللي ماشي اللي من دول في السوق هو التفاهات، كن تافها تجي لك الترندات. فالشاهد ايه هنا؟ إن كلام النبي هو بقى يتكلم فيها الرويبطة، الرويبطة تكلم فيزيدك إيمانا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليم. في الزمن ده اللي زادت فيه الفتن من كل الأنواع، وبكرر كتير النت هو اللي سايق الفتن دي كلها ومدخلها جوه بيتك وجوه عقلك وجوه قلبك وجوه دماغك. التليفون، حماية القلب من الفتن دي بقى في زماننا من الصعوبة بمكان، إلا لمن يسره الله عليه. حماية القلب من التعرض للفتن، لما كنا بنتكلم عن الرضا علماءنا قالوا إن سبب عدم الرضا التطلع لما في أيدي الناس. كل ما تبص على اللي في أيدين الناس يصعب ذلك عليك الرضا.
عشان كده ربنا قال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. اكتفي بالقرآن، ما تبصش بره، كفاية عليك سبع من المثاني، الفاتحة والقرآن العظيم. هي دي اللي هيكتفي بالقرآن وبالصلاة وبكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت لسه بسأل الشباب قريت ايه من الكتب الستة حديث سيدنا رسول الله حديث. هقول لك في بيتك اتقرا رياض الصالحين، كتاب رياض الصالحين بتاع الامام النووي، بس كده كتاب رياض الصالحين ده 1500 حديث، تقراهم على اولادك، اتقرا بيتك. تقول لي يعني كلام النبي؟ بقول لك انت اللي بيقول لي اقرا لي كلام النبي، تحس ان النبي بيتك بيتكلم، النبي بيتكلم، بيكلمك ويكلم ولادك، اقرا كلامه. فالشاهد ايه هنا؟ حماية القلب من الفتن. ازاي احمي قلبي من الفتن؟ بشغله بالطاعات. لما اكتفي بالقرآن واكتفي بالسنة واكتفي بالعبادة. طب انا محتاج التليفون في ايه؟ قول لي لا ده عليه مصالح كتير جدا جدا يا عم الشيخ. المصالح تتقضي زي ما قلنا دايما بالزرارين الاحمر والاخضر. سلام عليكم. وعليكم السلام. سلام عليكم. هي دي الحاجات التانية، دي هي الاشكال الكبير اللي بيفسد حياتك وحياة ولادك. لما تبص في الحياة كده وتلاقي الخيانة الزوجية كلها كترت نتيجة ايه؟ تليفون. نتيجة ايه؟ نتيجة الفرجة عن الحاجات الوحشة. الله، طب انت ازاي تقبل كده؟ فين الغيرة؟ ان البنت بتحب ممثل والراجل بقى يعني. فالشاهد ايه؟ ان هو ده بقى اللي عمل فيها المسلسل، اللي عمل فيها التمثيلية، اللي عمل فيها الاغنية، اللي عمل فيها المقطع، الليل ونهار، كل الغزو ده كله محتاجين نحمي قلوبنا منه. نحمي قلوبنا ازاي من الفتن؟ فتن الشبهات. النهارده اللي طلعوا بيتكلموا على بيلقوا شبهات على مش على الاسراء والمعراج بقى، ده بيلقوا شبهات على الصلاه وعلى الصيام، بيلقوا شبهات على التوحيد، على حكم ربنا وعدل ربنا وحكمه ربنا. كل ده بيشوش عقل المسلم. فالحماية انك تبعد عن كل ده. ربنا قال ايه؟ ولكنكم فتنتم انفسكم. فتنتم انفسكم، قالوا الفتنة مقاربة الفتنة. الفتنة هي مقاربة الفتنة، انك انت تعرض نفسك للفتنة. وفتن الشهوات لعله اكتر زمان مليء بالشهوات، كل أنواع الشهوات. والشهوات دي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يبقى الشهوات هي الإطار اللي حوالين النار. قربت من الشهوات يبقى قربت من النار. لازم تؤمن بوجوب حماية القلب.